نعم. هل الأفضل الصلاة خلف الإمام القارئ يعني نوع من الثقة أو قليل من الثقة، أم الصلاة خلف الإمام الأقل قراءة الأثقل أو الأتقى والأورع أحسن، لا سيما إذا كان الثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة، مثل أن لا يطمئن فيها أو يكثر الحركة فيها أو ما أشبه ذلك، فهنا الآخر أولى منه الذي هو أتقى وأتقن لصلاته. أما إذا كانت تقى في أمر لا يتعلق بالصلاة فالأقرب أيضا أن نقدم الأتقى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. وكان الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزونه حتى يعلموا ويعملوا به، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأثقل. نعم.